بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نحييكم أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. في البداية، السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. حفظكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: كيف يحسن المسلم الظن بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال لا معنى له، كيف يحسن الظن بالله؟ يحسن الظن بالله عز وجل يرجو من الله الخير ويتوقع منه الخير دائما وابدا، ويكثر من أسباب الخير من الطاعة والعمل الصالح، فبذلك يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما هي العواصم من الفتن والشهوات؟ كيف يكون وكيف يحمي المسلم نفسه من ذلك؟ العواصم من الفتن والشهوات أن يتجنبها ويبتعد عنها، ويبتعد عن أهلها، عن أهل الفتن وأصحاب الفتن، لا يجالسهم ولا يطمئن إليهم. وكذلك الشهوات المحرمة يبتعد عنها ولا يجالس أهلها ويحذر منها. بعد أن يتعلم العلم النافع الذي يعرف به ما هي الفتن وما هي المحرمات حتى يتجنبها على بصيرة. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما هي حدود تصرف الولي بأموال الأيتام؟ في مصالح الأيتام، يتصرف في مصالح الأيتام من الإنفاق عليهما وإخراج زكاة مالهم وتنمية المال إذا أمكن أن ينميه بالاستثمار المباح، كل هذا مما يجب أو يستحب في أموال الأيتام. وكذلك حفظه من الضياع، وأن لا يأخذ منه شيئا لنفسه إلا بقدر أجرته إن كان محتاجا. نعم. هذه إحدى الأخوات أم إبراهيم تقول: ما حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها؟ آثمة وعاصية، لا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق لمجرد أنه تزوج أخرى، هذا الشيء أباحه الله له، لكن عليها أن تطلب منه العدل بينها وبين ضرتها إذا رأت جورا. وأما أن تطلب الطلاق، طلاق أن يطلقها زوجها جزعا من أنه تزوج عليها، هذا لا يجوز لها. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. نعم. أيضا سؤالها الآخر تقول: هل يجوز لي أن أدعو بأن يفرق الله بينهما؟ لا يجوز، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا يجوز أن تدعي أن يفرق الله بينهما، لأنه لم يفعل شيئا محرما، إنما فعل شيئا مباحا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: متى يكون الطلاق حلا للمشاكل العائلية؟ إذا لم يمكن الإمساك، إذا لم يمكن الإمساك ولا تصلح العشرة، فإنه حينئذ يأتي الطلاق حلا للأزمة والمشكلة. قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته كان الله واسعا حكيما. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمر من جدة يقول: ما حكم السفر للخارج والزواج بشهر أو شهرين ثم الطلاق، حيث أنني لا أستطيع الزواج إلى الأبد؟ الزواج مؤقت ويشبه المتعة، ويشبه المتعة، تتزوج رغبة في الزواج وناويا الاستدامة، هذا هو الزواج الشرعي. أما أن تتزوج وفي نيتك أنه مؤقت شهر أو يوم أو، فهذا يشبه المتعة، بل هو متعة باطنة غير معلنة. نعم. وهل يدخل في زواج بنية الطلاق؟ هو نفسه زواج بنية الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله،
أيهم أولى، سداد الدين وتنفيذ الوصية؟ هل هو مقدم على قسمة التركة لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة. الأول تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه، حفر القبر له إذا احتاج هذا إلى نفقة ومؤونة يقدم. الثاني تسديد الديون التي عليه، الديون التي لله أو الديون التي للمخلوقين، يبدأ بالديون التي موثقة فيها رهون، ثم الديون المرسلة، وكذلك الحق الذي يأتي بعد الدين الوصية، الوصية الشرعية وهي ما كانت الثلث فأقل تنفذ، ثم بعد ذلك يأتي الميراث، قسم الميراث بين المستحقين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول للزوجة الثمن، وإذا كان لديه أكثر من زوجة اشتركنا في الثمن. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سائل آخر، هذا يسأل حفظكم الله، يقول هل على المال أو التركة هل عليها زكاة؟ نعم، كل يزكي نصيبه، إلا إذا كان الميت مات ولم يزكي عن سنة ماضية، مات ولم يزكي فإنه تخرج الزكاة عن الميت لأنها دين عليه من جملة الديون التي في التركة، تخرج الزكاة. نعم. الإخوة من الرضاع يرثون؟ لا، الميراث إنما هو أسبابه ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح هو الزوجية بعقد صحيح توارث به الزوجان من الجانبين، والولاء هو العتق، إذا اعتق عبدا وهذا العتيق ليس له عصبة فإن من عصبته من اعتقه وهو مولاه، يعني الذي اعتقه، فالعتق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، الولاء يعني الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به من جانب واحد وهو أن المعتق يرث العتيق ولا يرث العتيق المعتق. الثالث قرابة، القرابة من الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء والبنات وأبناء البنين إلى آخره، والأعمام وأبناء الأعمام على الترتيب، العصبة لهم ترتيب يعرفه الفرضيون. نعم. أحسن الله إليكم. أم أحمد من وادي الدواسر أرسلت بسؤالين، السؤال الأول لا وصية لوارث، ما المقصود بها؟ مقصود أنه لا يصح أن يوصى للوارث بشيء من المال، أن يوصي الشخص لأحد وراثته بشيء زائدا على ميراثه، الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. نعم. سؤالها الآخر تقول إنها امرأة كبيرة في السن وأقعدتها الأمراض وعليها صوم شهرين والآن لا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم بدر تقول نحن مجموعة من النساء نجتمع ونتحدث ولكن لا نعلم أن في حديثنا غيبة للآخرين، فماذا نعمل وما هي كفارته؟ نعم، إذا لم يكن فيه غيبة الحمد لله، مجلس مباح، كلام مباح، وأما الكفارة المجلس عندما يقوم الإنسان وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم وأتوب إليك، وكفارة للمجلس، كفارة المجلس إن كان المجلس محل يعني سيئات يكفره هذا الدعاء، إلا إذا كان غيبة فإنه لا يكفر إلا باستسماح من وقعت عليه الغيبة، إذا سمح فإنه يغفر للمغتاب، أما إذا لم يسمح فإن المغتاب يعذب لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط بالاستغفار فقط. وإذا كان المجلس ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا محرم فإنه يكون زيادة خير للمسلم. نعم. يكون كالطابع على الخير، يكون يعني ختام للخير الذي حصل في هذا المجلس، كان يكون مجلس ذكر، مجلس علم إلى غير ذلك. نعم. تقول ولد أختي يبلغ من العمر 14 عاما، هل يعتبر لي محرم للذهاب إلى مكة؟ كلام على البلوغ، إذا كان بلغ بأن احتلم يعني نزل منه المني والشهوة فإنه يبلغ، كذلك إذا أنبت، العلامة الثانية إذا أنبت حول القبل شعرا خشنا أو لبثت لحيته أو طر جاربه يكون قد بلغ، إنبات الشعر يكون من العلامات. الثالث وهو الأخير إذا بلغ 15 عاما. نعم. هذا السائل آخر يقول كيف نجمع بين قول الله جل وعلا إن بعض الظن إثم قول الرسول وتجاوز عن أمتي ما حدثت به، هل يدخل فيه حديث النفس؟ لا، حديث النفس لا أوهام،
إنما الظن أن تظن بأخيك سوءا، لا تظن بأخيك سوءا، الأصل في المسلم العدالة والأمانة، فلا تظن به سوءا. وأما إذا صار فيك حواجس ولا حاسية من شيء فهذا لا تلتفت إليه، تعول من الشيطان واتركه. نعم. السؤال الآخر يقول: ما هي المصارف التي تصرف فيها الأموال المكتسبة من أسهم محرمة، وهل يجزي صرفها في المساجد وقضاء الديون؟ الأموال المحرمة لا يجوز استعمالها على من اكتسبها، يجب عليه التوبة. إذا كانت هذه الأموال لها أصحاب أخذها منهم يردها عليه، إذا لم يكن لها أهل معروفون فإنه يخرجها ويتخلص منها بوضعها في مشاريع خيرية يعم نفعها، ولا ينوي الصدقة بذلك، وإنما ينوي التخلص منها ويضعها في مواضع ينتفع منها الناس. لكن المساجد لا، المساجد لا تبنى من مثل هذا المال، لا تبنى إلا من الكسب الطيب الحلال. نعم. هذا سائل آخر يقول: في قول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما المراد برأس المال في الآية؟ هل هو ما قبل المرابة أو ما قبل التوبة؟ رأس المال المبلغ الذي دفعته إلى المدين، هذا رأس مالك. يعني أقرضت شخصا مثلا ثم أردت أن يسدد، يسدد لك المبلغ الذي أخذ منك فقط، أو لك عليه دين أيا كان دين، فإذا حل الأجل إن كان موسرا يلزم بالسداد، وإن كان معسرا يجب إنظاره، ولا يضاعف عليه الدين مثل ما كانت الجاهلية تفعل، فإنهم يضاعفون الدين على المعسر كلما تأخر يضاعفونه عليه ويزيدونه عليه، هذا هو ربا الجاهلية والعياذ بالله. الله جل وعلا أمر بإنظار المعسر أو إعفائه، وهذا أفضل، ولا يضاعف الدين عليه كلما تأخر. يقولون له: إما أن تربي وإما أن تسدد، هذا كلام أهل الجاهلية، لا، يجب إنظاره حتى ييسر الله له فيسدد الدين فقط. نعم. وما المقصود بقلب الدين؟ هو نفسه قلب الدين على المعسر. وحتى الغني لو قال أخرني وزود الدين، ما يجوز هذا ربا. نعم. أحسن الله إليكم. أسأل بارك الله فيكم عن صداق المرأة، ما حكمه؟ وهل يجوز أن يقول زوجتك ابنتي بمبلغ زهيد كأن يقول زوجتك بريالين؟ المهر واجب من واجبات النكاح، وهو حق للمرأة، حق واجب على الزوج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيجب على الزوج أن يؤدي الصداق، والصداق ليس له حد، كل ما يتمول فإنه يكون صداقا، لكن العرف يختلف في الأزمان. الآن المرأة تتطلع إلى مثيلاتها وإلى مهر مثيلاتها، يحصل عليها غضاضة لو نقصت، فالمهر يتبع العرف الذي يمشي عليه الناس ما لم يبلغ حد الإسراف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، لي أخ في الله عقد قرانه على فتاة ولكنه تركها بعد أن قدم لها شبكة وبعض المال، هل له أن يسترد هذا المبلغ بعد فراقها والمصاريف التي صرفها عليها؟ أولا الشبكة ليس لها أصل، هذه من العادات التي لا أصل لها في الإسلام، وإذا صاحبها نية أن هذه الشبكة تؤلف بين الزوجين وتورث المحبة فهذا من التعلق بغير الله عز وجل، فلا يجوز هذا. ثانيا إذا كان عقد عليها ودفع لها الصداق أو دفع لها شيئا من المال ثم أراد أن يفارقها أو يطلقها فله نصف ما دفع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني صداق، فنصف ما فرضتم لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت والدتي ألا تذهب إلى زواج فيه منكر، ثم ذهبت إلى زواج قريبة منها وشاهدت فيه بعض المنكرات، فماذا عليها؟ عليها أن تكفر كفارة يمين، لأنها حنثت في يمينها، تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. نعم. السؤال الآخر يقول: ما نصيحتكم للذين يبالغون في الزواجات والمناسبات؟ لا يجوز الإسراف والتبذير، الله جل وعلا قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا يجوز الإسراف والتبذير، وإنما يقتصر على الوسط من غير بخل ومن غير إسراف وتبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يسأل عن الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة، خاصة الإنفاق على الزوجة التي تطلب من زوجها الإنفاق في أمور ليس لها أصل أو زيادة في الرفاهية، ما حكم ذلك؟
حكم لا يلزمه ذلك، وإذا أنفق وهو مباح لا بأس، لا يلزمه ذلك. نعم. وما هي حدود النفقة على الزوجة؟ بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الدية حفظكم الله، يقول أن الدية حق لورثة المقتول، لكن ما نشاهده الآن ونسمعه الآن هناك مبالغات في طلب ذلك، ما حكم ذلك وهل هناك حدود للدية؟ الدية عن الخطأ مقدرة 100 من الإبل بأسنان متفاوتة، وكذلك دية العمد 100 من الإبل أو قيمتها في كل زمان بحسبه، وتكون الإبل في العمد أحسن من الإبل في الخطأ وأرفع أقياما وقدرا وأسنانا. هذا هو الأصل في الدية، أنها 100 من الإبل أو قيمة 100 في كل زمان بحسبه، ولا يبالغ في ذلك. دية الخطأ وشبه العمد لا يمكن الزيادة فيها، لا يمكن الزيادة فيها ما حدده الله، إنما هذا في ديات العمد، لأن ولي العمد مخير بين أن يعفو مجانا وبين أن يأخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل. لكن لو تعصب وقال لا أنا ما أعفو إلا بكذا وكذا، فإذا كان المبلغ الذي طلبه معقولا فلا بأس بذلك، لأن الحق له. أما إذا كان المبلغ الذي طلبه غير معقول، يبلغ 10 ملايين إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الظهار بارك الله فيكم، وما حكم من يقول أنت علي حرام؟ نعم، الحرام إن أراد به الطلاق فهو طلاق، وإن أراد به الظهار فهو ظهار، وإن أراد به اليمين فهو يمين، يحتمل ويرجع في هذا إلى نية المتكلم، فإن لم يكن له نية فإنه يكون ظهارا، وقيل يكون طلاقا على خلاف. نعم. وعلى المسلم أن يتجنب هذه الألفاظ. نعم. نختم هذه الحلقة بالسؤال عن كفارة الظهار. كما ذكرها الله جل وعلا: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، العتق أول شيء قبل أن يمسها حتى يكفر. الثانية: إذا لم يستطع العتق فإنه يصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته، ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.